25 عاما سيقضيها تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت خلف القضبان. هذا هو الثمن الذي سيدفعه مقابل موافقته على بيع أسلحة بملايين الدولارات لمن ظن أنهم متمردون كولومبيون أبلغوه برغبتهم بقتل طيارين أمريكيين. ضابط المخابرات السوفيتي وجد نفسه في قبضة العدالة الأمريكية بعد عملية أمنية نفذها عملاء مخابرات أمريكيين امتحلوا صفة المتمردين الكولومبيين. كان بإمكان المحكمة أن تصدر حكما بالسجن مدى الحياة، وهو شاكر لها لتفهمها ظروف وحقائق هذا التحقيق، وينوي التقدم بطلب لمحكمة الاستئناف، وإذا لزم الأمر سيلجأ للمحكمة العليا. بزغ اسم بوت في عالم الجريمة بعد استخدامه أسطول طائرات الشحن التابعة له لتهريب الأسلحة حول العالم، وتقول الأمم المتحدة إن بوت أجج الصراعات في إفريقيا بسبب تجارته بالسلاح. اعتقل بوت في تايلاند ورحل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، قضية أدت إلى تأزم العلاقة بين واشنطن وموسكو، فالأخيرة من فكت تقول إن مطاردة بوت لها خلفيات سياسية. انتقد محامو فيكتور بوت ترتيب الولايات المتحدة لعملية أمنية لإلقاء القبض عليه، لكن القضاء الأمريكي حاججهم بأن بوت كان مستعدا وراغبا وقادرا على مساعدة الإرهابيين، وإيداعه السجن أمر لا مفر منه.